هذه بتاريخ 8/8/88. هذا تاريخ عظيم للفرد العراقي. نعم. وما يعيشه. 8/8/88 لحظة إعلان انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، وكنت أنا يعني ومن جيلي وما قبلي وما بعدي يعني ليلة عظيمة. نعم. لكن اللي عاكسها في حياتي، في حياة عائلة زوجتي، إنه واحد من الشباب اللي هو ابن أخو زوجتي بإطلاق ناري عشوائي في ذات الليلة ضرب واستشهد وما قدر واحد يشيله ووديه للمستشفى، وبالتالي للطب العدلي، وبالتالي للمقبرة إلى رحمة الله، إلا أنا. هذا الولد يعني في حضني وهو في سيارة، وإحنا ما نقدر نمشي من الشارع لأنه شارع يذبون علينا مي ويطالبون بالخروج من السيارة لنفرح وممكن أن نرقص ونغني. نعم. ولا يعلمون أن في حضني يعني هو هذا الولد اللي توفى في هذه الليلة وفي هذا يعني هذا الوقت الرهيب، من أنه الدنيا كلها فرحانة وبالضرورة أهله وإحنا، وهو راح شهيد الجهل. يعني لا يمكن، عفوا، يعني لا يمكن أن أحمل ميت يعني وحملت ميت عزيز وقريب وشاب يعني، وفي ليلة المفروض فيها ينفتح الأمل وتنتهي الحروب، المفارقة رهيبة يعني. زين، قولي عن لحظة توازيها بالألم. والله أكو لحظات في حياتي أيضا يعني فيها خوف وفيها مفاجآت، لكن هذه اللحظة هي لا تشابهها لحظة، يعني الفرح في الشوارع.